تأثيرها ليس فقط في الحدود السياسية والاستراتيجية وإنما أيضا الدينية الروحية. حضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى القمة هو لعرض وجهة النظر العالمين العربي والإسلامي وتبني قضاياهم المصيرية نحو طرحها على القادة المؤثرين، خصوصا القيادات الموجودة من دول العالم، هي قيادات في مجلس الأمن الدولي، قيادات في مجموعات ومنظمات دولية هامة واتحادات دولية هامة. لذلك حضور المملكة العربية السعودية في هذه القمة هو تأكيد على مكانتها، وخادم الحرمين يريد استثمار هذه القمة لعرض القضايا العربية والقضايا الإسلامية بشكل مهم. المملكة لديها موقف من الأزمة السورية واضح، لديها أيضا موقف ثابت من الإرهاب ورفضه ومحاربته، وأيضا براءة الإسلام منه. أيضا هناك ملفات أخرى مثل موضوع اليمن وأيضا إعادة الشرعية في اليمن الرئيس عبد الرب منصور هادي. أنا أعتقد أن المملكة مواقفها اليوم مواقف مهمة ومؤثرة، وحضورها في هذه القمة أيضا يجعلها من ركائز القمة.